ورحمة الله. أولا أنا كنت حزين إن ابني ما تكرمش اللي استشهد في 11/1/21 في أرض سيناء. والنهاردة سعادة كبيرة إن هو تكرم النهاردة بعد تحرير سيناء، لأن ابني قالها إن سيناء بس قدامها سنة واحدة بس وهتطهر من الإرهاب. ابني كان مساعد قارئ الدفعة 105 حربية. والأول بنترحم على سيادة المشير الطنطاوي عليه رحمة الله، لأن قال إن أنت هيبقى لك ظابط بقى لك شأن وهيبقى لك شأن. فقال وصيته قبل استشهاده بأيام قليلة: ليشهد الله إن أنا ما تخاذلت في تأدية واجبي، فلا تتخاذلوا في الدفاع عن وطنكم، فهناك من لا يتخاذل في خراب الأوطان. ونعم ونعلم أنكم لن تتخاذلوا في الدفاع عن الوطن بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه في قلب كل مصري على أرض الوطن يسعد بسعادتهم ويحزن لحزنهم. وأشكره وأشكركم كلكم جميعا، والسلام عليكم.